يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبلش بالجزء الثاني من اسئله الفصل. اسئله الفصل السنه اللي راح تشوفوها راح تشوفون كلها ما اخذها، فاللي ما اخذها راح اقول لكم يابا ما اخذها قبل، ما يحتاج اعيده مره ثانيه. ماذا يقصد بالجسم الاسود وكيف يمكن تمثيل اخذناه؟ واضح؟ اعاده سريعه، الجسم الاسود هو نظام مثالي يمتص جميع الطاقه الساقطه عليه، فهو ايضا مشع مثالي عندما يكون مصدر، يعني نظام مثالي يمتص جميع الاشعه الساقطه عليه فهو مقياس مثالي. ومشع مثالي عندما يكون مصدر الإشعاع. شلون أقدر أمثله؟ فتحة ضيقة في جسم أجوف. لماذا فشلت جميع المحاولات العديدة في تفسير الطيف الكهرومغناطيسي، الطيف الكهروضوئي، الظاهرة الكهروضوئية المنبعث من الجسم الأسود كدالة للطيف للطول الموجي عند درجة حرارة معينة وفق القوانين الفيزياء الكلاسيكية؟ يعني يقول لك ليش الكلاسيكية فشلت في تفسير إشعاع وامتصاص الجسم الأسود؟ ليش؟ لأن اعتبرت بأنه الإشعاع ينتقل على شكل شنو؟ موجات، مقادير مستمرة. هذا أيضا أعطيت إياكم مقادير مستمرة سمتها شنو؟ موجات. وأهملت السلوك الدقائقي، ما اهتمت للدقائق، تمام؟ لأن افترضت أن الطاقة المنبعثة من الجسم الأسود تصير على شكل شنو؟ مقادير مستمرة وليست بشكل فوتونات أو حزم طاقة. لذلك هي فشلت، أصرت على رأيها لازم تكون على شكل موجات. زين، السؤال الرابع، ما المقترح العالم بلانك؟ هذا أيضا نطيتيات مقترح العالم بلانك في الجسم الأسود. قال لك بأنه الجسم يمتص، طبعا أسئلة الفصل جدا مهمة، كلش مهمة أسئلة الفصل، ديباكم عليها. شنو مقترح العالم بلانك المتعلق بإشعاع وامتصاص الجسم الأسود؟ قال بلانك افترض العالم بلانك بأنه الجسم الأسود يمتص ويشع طاقة على شكل شنو؟ فوتونات. زين؟ فوتونات تسمى فوتونات، وهذا يعني أن الطاقة تعطى أو قانون الطاقة يعطى حسب العلاقة الآتية E تساوي H F. إذا افترض العالم ماكسي بأنه الجسم الأسود يشع ويمتص طاقة على شكل كمات محدودة تسمى فوتونات. ما المقصود بكل مما يأتي؟ تردد العتبة. تردد العتبة هو شنو؟ أقل تردد يحصل عنده الانبعاث الكهروضوئي، وأقل تردد يولد الانبعاث الكهروضوئي. لذلك هو صفة مميزة للمعدن المضاء. يعني شنو؟ يعني كل معدن إلى تردد عتبة خاص به. دالة الشغل هذا الحبل مالتنا، مو صح لو لا؟ دالة الشغل هو الحبل، مو الدبليو اللي هو شنو؟ أقل طاقة يرتبط بها الإلكترون بسطح المعدن، أقل طاقة يرتبط بها الإلكترون بسطح المعدن، ويقاس بوحدة الإلكترون فولت. زين، سؤال ستة أيضا ناطيات، عادة يفضل استعمال خلية كهروضوئية نافذتها من الكوارتز بدلا من الزجاج. ليش؟ لذلك لأن الكوارتز النافذة المصنوعة من الكوارتز تسمح بمرور الأشعة الفوق البنفسجية والأشعة المرئية، بينما الزجاج يسمح بمرور شنو؟ الأشعة المرئية فقط. السؤال السابع، أي سلوك الضوء، سلوك الجسيمات أم سلوك الموجات؟ ها قلت لك كلمة تخص التطبيقي، إلا أقول لك أبو الأحياء، إلا أقول لك هاي لا تقرأها، يلا لا تقرأها، لأن هذا الشغل كله عندك بالفصل، تمام؟ أي سلوك الضوء، سلوك الجسيمات أم سلوك الموجات؟ قلت لك حسب التجارب. الضوء اللي التجارب المستخدمة، بعض التجارب يمكن تفسيرها سلوك شنو؟ جسيمات، أي الضوء الذي يظهر صفة جسيمية يمكن تفسيرها على شكل شنو؟ موجات، أي الضوء يمتلك صفة موجية طاوع. فالضوء الذي يمكنه إخراج الإلكترونات من المعادن فهذا وفق الظاهرة الكهروضوئية فهذا الضوء سلوكه شنو؟ جسيمات. أما الضوء الذي يحيد عن مساره أو يتداخل فهذا سلوكه شنو؟ موجات. فمن أقول لك ما هي النظرة الحديثة لطبيعة الضوء؟ النظرة الحديثة لطبيعة الضوء بأن الضوء يسير على شكل شنو؟ فوتونات، يسير طاقة الإشعاع، مو عرفنا طاقة المحاضرة الأولى
الإشعاع طاقة الإشعاع تنتقل على شكل شنو؟ فوتونات تمات تمام؟ يقود اتجاه سيرها مجال موجي، أي أن الضوء سلوكين، سلوك مزدوج، سلوك الدقائقي والسلوك الموجي. واضح؟ هنا نظرة حديثة طبيعية تأخذ السلوك الثنائي المزدوج وترى أن طاقة الإشعاع تنبعث على شكل فوتونات يقودها باتجاه سيرها مجال موجي. طاقة الإشعاع تنتقل على شكل فوتونات يقود اتجاه سيرها منه مجال موجي، ويجب التأكد من أن الضوء في حالة معينة وظرف معينة يكون بصفة موجية وأما بصفة شنو؟ جسيمية أو صفة موجية، ولا يشك السلوكين في آن واحد، ما يشوفه على شكل موجات أما يعني صفة موجية أو صفة شنو؟ جسيمية دقائقية، ولكن لا يمشي يعني مو بسلوكين بآن واحد تمام؟ لو شوفه موجات لو شوفه شنو؟ جسيمات مو سيناتين في آن واحد. بعد السؤال التاسع هذا ايضا اخذناه، لا يمكن ملاحظه الصفه او الملاحظه الموجيه للاجسام الاعتيادي في حياتنا اليوميه في عالم بصر مثل سياره تتحرك او كره تتحرك الى اخره. زين، من اجسام كبيره تتحرك ليش؟ لان باور، لان احنا ايش قلنا هنا؟ الطول الموجي يساوي لنا اتش على اليمن على ام في، صح؟ هذا صغير جدا، صغير جدا. زين، وهاي الأجسام مثلا كرة متحركة، سيارة متحركة، هاي الأجسام كبيرة كتلتها شو تكون؟ كبيرة. فالطول الموجي مالتها شو يكون؟ صغير. فلذلك ما أقدر ألاحظ الطول الموجي لأنه صغير، تمام؟ فشو تقول الجواب مالتك؟ تقول له لا يمكن ملاحظة الصفة الموجية للأجسام المتحركة في العالم المرئي مثل كرة متحركة وسيارة متحركة، وذلك لأن، يعني تعيد السؤال مالته وتقول له وذلك لأن بالإضافة إلى صغر ثابت بلانك فإن كتلتها كبيرة، فيكون طولها الموجي صغير. يعني كتلة صغيرة كبيرة، إذا الكتلة كبيرة أو الزخم كبير نفس الشيء، تمام؟ فيكون طول الموجي شنو؟ صغير، والتناسب بيناتهم عكسي، فلا يمكن ملاحظة الصف. سؤال 10، الأخير، سقط ضوء طاقته تساوي 5 إلكترون فولت على معدن الألمنيوم باوع. فانبعثت منه الكترونات ضوئية، اكو انبعاث، اكو شنو؟ الضوء نفسه، نفس الضوء على معدن اخر، على غير معدن مثل البلاتين، وعنده على معدن البلاتين لم تنبعث الكترونات ضوئية، ماكو انبعاث. من إن دالة الشغل للألمنيوم، دالة الشغل للألمنيوم واضح؟ وبعد وهنا شنو عندك؟ ودالة الشغل للبلاتين، دالة الشغل للبلاتين يساوي 6.35 إلكترون فولت. باور، أنا شو قد يصير عندي انبعاث من تكون الطاقة أكبر أو تساوي دالة الشغل، صح؟ شو قد يصير عندي انبعاث؟ تكون الطاقة أكبر أو تساوي 100 من دالة الشغل، يعني من تكون الطاقة أكبر من الحبل تقطعه، إذا تكون الطاقة أصغر من الحبل ما تقطعه. واضح؟ إذا هنا والحبل 4، 5 تقطع على 4 ولا لا؟ تقطعها، صح؟ إذن هنا أكو انبعاث، وذلك بسبب أن طاقة الفوتون أو طاقة الضوء أكبر من دالة الشغل، طاقة أكبر من دالة الشغل. فلذلك وفق هذه العلاقة الـ E ناقص الـ W، الـ E 5 ناقص الـ W يجب 4.08، يعني راح يصير عندك
0.92 الكترون فولت. فاكو طاقه حركيه لو ماكو طاقه حركيه؟ اكو طاقه حركيه، لذلك سوف يحصل عندي شنو؟ انبعاث. هنا يقول لا يحصل انبعاث، ليش؟ لان داله الشغل الحبل اكبر من الطاقه. الحبل اكبر من مين؟ من الطاقه. الحبل اكبر من المقص، صح لو لا؟ فما راح تقدر تقطع الطاقه، ما تقدر تقطع الحبل لان اكبر من عده، تمام؟ فهنا لا يحصل شنو؟ انبعاث، وذلك لان داله الشغل اكبر من الطاقه. وفق هاي العلاقه ماكو اي ناقص دبليو، فهاي اكبر من هاي فراح تطلع بالسالب، صح؟ هاي اكبر، هاي اكبر فراح تطلع بالسالب. ايش قد الطاقه؟ 5. ايش قد داله الحبل؟ ايش قد؟ 6. الطاقه تقدر تقطع الحبل؟ لا، ليش؟ لان الحبل اكبر من عده، تمام؟ فلذلك هنا لا يحصل انبعاث. الالمنيوم طاقه الفوتون، طاقه الفوتون ايش بيه؟ اكبر من دالة الشغل. الطاقة الإي أكبر من دالة الشغل، وبذلك تكون الطاقة الحركية وفق العلاقة الآتية 0.92، تمام؟ وفق هاي العلاقة. أما في معدن البلاتين، منو معدن؟ منو البلاتين؟ فلا تنبعث الكترون، ليش؟ لأن طاقة الفوتون شبيهة أقل من دالة الشغل، لأن الطاقة والفوتون أقل من دالة الشغل، فلذلك ما تنبعث. شو وقت يصير عندي انبعاث؟ تكون الطاقة أكبر أو تساوي دالة الشغل. تكون الطاقة أكبر من دالة، يعني الطاقة أكبر من الحبل، أو الطاقة تساوي الحبل، يلا ينقطع الحبل. بينما من يكون الحبل أكبر فهاي ما راح ينقطع. واضح؟ وفق هاي افتهمتوني لو لا؟ هذا خلاص الفصل عندنا. إن شاء الله المحاضرة الجاية نبلش بالفصل الجديد، الإلكترونيات الحالة الصلبة.